مشاهدينا الاعزاء، اهلا بكم معنا ولقاء جديد ومتجدد برنامجكم الاسبوع بطل صغير. موضوع حلقتنا النهارده يكون عن رياضه الكونفو. هنتعرف اكثر على هذه اللعبه من خلال ضيوفنا وضيوفكم، وايضا الابطال اللي معانا هنشوفهم بره في هذه اللعبه وايه البطولات اللي خاضوها وايضا الميداليات اللي حققوها. نتعرف بيك. اسمي يوسف اسلام. اهلا بيك يا يوسف. نتعرف بيك. يوسف السيد. يوسف برضه. اسمك ايه يا حبيبي؟ فوزي عبد المنعم. اهلا بيك يا فوزي. قول لي يوسف كده، انت بتلعب بقالك قد ايه؟ انا بلعب بقالي 3 سنين. بقالك 3 سنين. يعني بقالك 3 سنين. في سنه كام قلتي؟ انا في سنه 5. سنه 5، يعني بتلعب كده من سن كويس برضو، معقول يعني. مين اللي حبيبك في اللعبه؟ كابتن خالد ومامتي. مامتك اللي شجعتك انك تروح تتمرن كونغ فو، صح؟ طيب حد في العيله عندك بيلعب رياضه ولا؟ في، بس مش رياضه كونغ فو. بيلعبوا ايه؟ في بيلعبوا باسكت، في بيلعبوا كوره. يعني كده العيلة برضو فيها نوع من المواهب الرياضية او التشجيع الرياضي. يعني انت حابب ان انت تلعب كونغ فو تحديدا، يعني حبيت اللعبة ليه تحديدا؟ انا بحب لعبة الدفاع عن النفس، وبحب لعبة الفايتات دي، الحاجات القتالية احبها. ما حبيتش انك تلعب مثلا سباحة، سلة، كرة قدم؟ حبيت برضو العبها بس طلعت منها. يعني لقيت نفسك في الكونغ فو اكتر؟ حابب نفسك في الكونغ فو. طب دخلت انت معاك ميداليات كتيرة، هي دخلت كم بطولة؟ دخلت 6 بطولات. 6 بطولات. تحقيق المركز بتاعك كان في كل بطولة كان مركز كام؟ اخدت 4 ذهب واتنين اتنين فضة. كل مرة كنت بتفوز من الجولة الأولى ولا من الجولة الثانية، ولا في جولات وجولات أو بطولات وبطولات؟ لا، في البطولات اللي كتبت، في البطولات اللي أنا كسبت فيها كنت بكسب جولتين على طول، ما كنتش بعيد جولة ثالثة. تمام. قول لي يا يوسف برضه دخلت كام بطولة؟ 4. 4؟ خدت كام؟ 4 ميداليات؟ لا، خدت 2. يعني أنت فزت ببطولتين؟ فزت ببطولتين. أنت بتلعب بالك قد إيه يا حبيبي؟ هو تقريبا 2 سنين أو سنة. يعني انت دلوقتي بتلعب بالك يعني فتره لسه صغيره. مين اللي شجعك في البيت انك تلعب بالكونغ فو؟ بابايا كابتن خالد. يعني بابايا برضه هو اللي بيلعب، ما بيتمرن معاك، صح؟ تسمع كلامه ولا لا؟ نسمع كلامه. لازم نسمع كلام الكابتن طبعا، صح؟ صح. نسمع كلام يعني الكبير عشان بيدينا النصايح الصح، والمدرب بيدينا النصايح الصح، صح؟ بتذاكر كام بقى، كام ساعه في اليوم؟ ساعتين. وبتتمرن كام ساعة برضو؟ لا الصراحة مش عارف. ساعة وساعتين؟ ساعة وساعتين برضو. بتروح يومين في الأسبوع مش كده؟ يومين؟ يومين؟ يومين. طيب أنت بتقدر تذاكر وبتقدر تتمرن مع بعض مش كده؟ ولا بقى بتضيع وقتك كله في التدريب؟ لا، لما أجي من التمرين بقعد أذاكر بقى وأكتب الواجب. تقعد تكتب الواجب. بتروح المدرسة الصبح ولا بعد الظهر؟ لا، الصبح. الصبح. بعد ما بتيجي بقى من المدرسة بتعمل واجبك؟ بس الاول بتغدى كده، اعمل واجب. لازم تتغدى الاول طبعا، ما هتموت من قله الاكل بقى. المدرسه لازم نتغدى طبعا ونتغذى كويس، وبعد كده اذا كنا هنروح درس وبعد كده نروح التدريب، صح؟ صح. صح. عايز تطلع ايه بقى؟ قول. ظابط. عايز تطلع ظابط. اشمعنى ظابط يعني؟ بحب انا. عايز تبقى ظابط يعني، حابب انك تكون ظابط. ظابط شرطه ولا ظابط جيش؟ لا، شو الشرطه. ظابط شرطه. تمام. ظابط شرطه. قول لي يا حبيبي اسمك ايه؟ فوزي. قول لي يا فوزي كده بتلعب بالك قد ايه؟ سنتين. دخلت كم بطولة يا حبيبي؟ بطولتين. خدت كم ميدالية؟ 2. خدت 2 برضه. تمام. فزت فيهم في برضه أول ما أول وتاني ولا أول كلها؟ لا، الأولى أخدت فيها فضية والتانية أخدت فيها ذهبية. ذهبية، ده حاجة جميلة جدا. مين اللي شجعك في البيت إنك تلعب الكونغ فو؟ مامتي. مامتك اللي شجعتك. حد عندك بيلعب في العيلة أو في الأسرة رياضة؟ مامتي كانت بتلعب تنس. بتلعب تنس، يعني هي حابه انك انت تمارس الرياضه. طب انت لعبت كونغ فو ليه؟ مش ما لعبتش لعبه تانية ليه؟ عشان انا بحب اللعب القتاليه. عايز الالعاب القتاليه، يعني حابب انك انت تتمرن في الالعاب القتاليه. طيب ممكن في المدرسه بقى نستخدم اللعبه ديت مع زمايلنا كده ونضربهم؟ امال نعمل ايه بقى نستخدمها امتى؟ نستخدمها لما حد يعني يضايقنا. يضايقنا. نستخدمها في الدفاع عن النفس. خلاف كده لا. تمام. خلاف كده لا. تمام. قول لي برضو يعني بتقدر تواكب او بتوظف بين التدريب وبين المذاكره ولا لا؟ ايوه. بتوفق بينهم؟ بتوفق بين الاثنين؟ بتذاكر كم ساعه في اليوم؟ انا بذاكر 3 ساعات في اليوم. 3 ساعات. وبتتمرن؟ ساعتين. ويومين في الاسبوع مش كده؟
يومين في الاسبوع. انت عايز تطلع ايه؟ انا نفسي اطلع ضابط جيش. ضابط جيش؟ طب ضابط جيش ده ضابط شرطه وانت ضابط جيش. ضابط جيش ليه برضه؟ عايز تبقى في الجيش يعني؟ عايز تبقى في الجيش. طب عشان تبقى ضابط جيش وعشان تبقى ضابط شرطه وعشان تبقى متفوق كده لازم نعمل ايه؟ ايه اللي احنا نعمله بقى؟ ان احنا نجتهد في مذاكرتنا عشان نعرف نحقق اللي احنا نفسنا فيه. يعني نجتهد في المذاكره، نجتهد في التدريب برضو والتدريبات، ونسمع كلام الكباتن ولا لا؟ نسمع كلام الكباتن برضو، نسمع كلام برضو ايه بابا امهاتنا وبابانا. صح، في حاجات معينه الكابتن بيقول لك عليها بتنفذها في البيت، بيقول لك اعمل ايه مثلا لما تروح، تاكل ايه وتشرب ايه وكده. مثلا ما اكلش كتير في البيت، واحاول ان انا اظبط الوجبات بتاعتي. يعني تبقى في عملية تنظيمية للأكل والشرب. وتنام بدري ولا لأ؟ أنت بتنام الساعة كام؟ أنا بنام الساعة 11. 11، وتقوم الساعة كام؟ الساعة 7:30. الساعة 7:30 تروح المدرسة مش كده؟ تروح الفترة الصباحية. أيوة. بتقدر بقى ماما هنا بقى وبابا يفضل يتابعك كده بقى بين الدروس وبين المدرسة وبين التدريب؟ مين اللي بيروح معاك التدريب؟ ماما. بابا بيتابعك في التدريب، بيروح يشجعك يعني. تمام. برضه قول لي يوسف، انت مين اللي بيشجعك وبروح معاك التدريب؟ مامتي. بتروح خايف عليك ولا بتروح النوم التشجيع يعني؟ لا الاثنين. بتشجعك، خايف عليك يحصل حاجة وبتشجعك. أنا قلت برضو اللي لزميلك يعني اللي ممكن يستخدم هنا الكونغ فو في الدفاع عن النفس، وممكن يستخدمه بطريقة مش كويسة أو مش سليمة. ينفع ان احنا نستخدمه مع الناس في الشارع في المدرسه يعني بدون مبرر؟ لا بس لو حد اتعدى عليا. لو حد اعتدى عليك او اتعدى عليك لازم نستخدم هنا اللي الرياضة الدفاع عن النفس. صح. طيب انت بتقعد على النت كام ساعه؟ انا ما بقعدش ساعات يعني، مثلا في الاستراحه بس. مصريح. في ولاد كتير كده في سنك طول النهار ماسكين اللاب وماسكين الموبايل ويقعدوا يلعبوا كده حاجات على النت ويضيعوا وقت كتير، تقول لهم ايه؟ أقول لهم يعني يلعبوا وقت قليل وذاكروا أكتر عشان تنجحوا في حياتكم. يعني احنا برضو ونستخدم الكمبيوتر أو الوسائل التكنولوجيا في حاجات مهمة أو حاجات مفيدة. صح؟ ممكن نستخدم الكمبيوتر في، أنت ممكن تستخدمه في المدرسة، تطلع منه أبحاث، تطلع منه حاجات مش كده؟ يطلبوا منك حاجات في المدرسة على الكمبيوتر. صح؟ تعملها؟ نفذ التعليمات اللي عليها يعني وتعليمات المدرسة. طيب أكتر حاجة برضو الكابتن بينصحك بيها وبيقول لك عليها؟ ان انا ما استخدمش ال الكونغ فو دي في ان انا اضايق حد، وبينصحني في اللعب. بيقول لك ايه على الحركات والضربات بقى؟ بيديك ضربه معينه حركه معينه تنفذها عشان تفوز بقى على الخصم بسرعه، بيقول لك ايه بقى؟ هو بيقول لي خليني العب الجانبيه وراها الوش قدم، وامسك او العب الجانبيه وانزل اشيل. انت في البطوله اللي انت لعبتها والبطولات اللي انت خدتها، في بطولة اتغلبت فيها؟ ايه بقى كان السبب انك انت اتغلبت بسبب ايه؟ السبب ان انا كنتش بتمرن في التمرين كويس. ما كنتش مواظب على التمرين كويس. دي كان السبب، فهو فاز عليك. يعني كنتش متمرن كافي يعني. طيب قبل البطولات بيبقى في كده بيعمل لكم تكثيف للتدريب وكده؟ تكثيفوا للتدريب شوية، بتتمرنوا كام ساعة بقى؟ في تمرين اللياقة. كان في فترة كنا بنتمرن لياقة. كنا بنتمرن 3 ساعات، والتمرين العادي بيبقى ساعتين. لكن ايام البطولات بيبقى في مكثفه شويه عشان نقدر نحقق البطوله. صح؟ صح ولا صح؟ حابب تطلع قلت لي؟ حابب اطلع مهندس وبطل عالم في الكونغ فو. عايز تطلع مهندس وبطل عالم، يعني بطل عالم ان شاء الله كده توصل للمراحل، لسه قدامك مراحل كبيره، سن طويل ان شاء الله ربنا يديك العمر كده، وعايز تطلع مهندس مش كده؟ مهندس ايه بقى؟ مهندس معماري. مهندس معماري، حابب انت التصميمات وكده. طيب عشان بقى تبقى مهندس كده وتبقى نشط كده وشغال كويس لازم نعمل ايه؟ لازم اذاكر واجتهد في مذاكرتي، واواظب برضه بالرياضه والمذاكره بس. تمام. طيب في نهايه اللقاء كده بتقولي لبابا وماما بتشكرهم وتقول لهم ايه؟ لهم شكرا عشان انتوا دخلتوني اللعبه دي، واللعبه دي انا كنت حققت فيها مراكز كتير، فبشكرهم ان هم دخلوني وقعدوا يذاكروا لي من اول وانا صغير لغايه ما كبرت. بتقول لهم ايه يوسف؟ بتقولي لبابا وماما؟ بقول لهم ايه زي ايه يعني؟ بتقول لهم ايه؟ بتشكرهم تقول لهم ايه؟
اقول لهم شكرا لهم دخلوني اللعبة عشان اعرف ادافع عن نفسي وعشان اعرف مستقبلي. تبني مستقبلك صح. تقول لهم يا فوزي. اقول لهم ان انا بشكرهم جدا ان هم دخلوني اللعبة دي علشان اعرف تدافع عن نفسك عن نفسي واي حد يتعدى عليا. وبرضه ان شاء الله تحقق كده طموحاتك كده وتبقى مجتهد كده في الدراسه ان شاء الله. صح صح. ان شاء الله تبقوا مجتهدين كده متفوقين في الرياضه وفي الدراسه. اشكركم جدا ونورتوني. مشاهدينا الاعزاء كده نكون وصلنا لختام حلقه اليوم، على وعد بلقاء جديد في الاسبوع القادم وحلقه جديده وابطال صغار. شكرا لكم والى اللقاء.